بالتنفيذ. التنفيذ فمعيل الشعباني وقبل ادريس المحيسي يمضي الهدف الثالث. الهدف الثالث للترجي، الامضاء ادريس المحيسي في 75 دقيقة لعب، هدف ثالث ادريس المحيسي يثلث النتيجة للترجي. كرة ثابتة، التوزيع والتنفيذ من محمد المهذب، الاستقبال كان من ادريس المحيسي، ثلاث اهداف مقابل هدف للترجي. اهداف موجودة في هذه المباراة، اربع اهداف كاملة. فرحة لاعب الترجي ادريس المحيسي اللي عاد محمد المهذبي، التوزيع طليق كان دون رقابة ادريس المحيسي، غلط الحارس العربي المجري، الحارس العربي المجري اللي كان فسخ هدف قبلها في توغل في انفراد كان بينه وبين احمد العكيشي، بعدها تجير ركنية ينفذها محمد المهذبي، ولا ادريس المحيسي